هنا الى درامان كوماري اللي بيشارك النهاردة ألدر الأحبابي، لكن هنا الضغط ده كان محمد عباس. اتقطعت الكرة الى نور الله، سريع الكرة عند إركينوف كما هو المنتظر ايضا من جانب إركينوف. استلم الكرة إركينوف جوه المنطقة، لاباكوتشو هرب هنا السقوط، ولكن صفارة من الروسي خطأ ضربة حرة لمخان باكاييف. مع الكرة باكاييف يلف الكرة العالية، حلوة إركينوف، ولكن خالد عظيمة من خالد عيسى. شوف الكرة وشوف الرأسية، ولكن هايل ما شاء الله خالد عيسى، هايل خالد عيسى. هنا إركينوف الوافد الجديد، وهو إلى خالد عيسى اللي يلعبها فيها مخاطرة. إركينوف يستلم ويحافظ عليها إركينوف، هنا دربكة، ولكن ألان يلحق إلى لمسة بالرأس مرة تانية، كرة إركينوف، ولكن خالد عيسى لسه الخطورة قائمة. إلى باكاييف رجعت الكرة إلى إركينوف إن شاء الله عليه. شوف هنا إركينوف اللي خدها، ولكن خالد عيسى على حركة حراس كرة اليد. شوف هنا ما شاء الله ردة فعل مثالية من خالد عيسى في اللقطة الماضية. شوف هنا الكرة كسب مساحة سلطان، لعب الكرة الطويلة الأمامية حلوة. إركينوف مع الكرة، إركينوف عايز يعدي من بندر واحد لواحد، إركينوف حافظ على الكرة. دقيقة بالتعادل، سنلجأ إلى الأشواط الإضافية كما حدث في مباراة شباب الأهلي وبنك. من فصول المواجهات المثيرة بين العين والوحدة، هجمات إركينوف مع الكرة، إركينوف أمامه بندر الأحبابي، مر سلطان عايز يلعب عند احمد نور الله، وصلت في اقصى الطرف الايسر، هنا المرور الناجح، هنا الكره اللي موجوده من إركينوف، لكن مع بارك يسقط ويقوم مره ثانيه ياخدها الاوزبكي. ماذا سيكون القرار؟ شوف هنا بندر الاحبابي اخطا في التغطيه، وهنا شوف هنا كوماري، وهنا التدخل من حارس المرمى خالد عيسى على هجمات إركينوف. سلامات لخالد عيسى. شوف هنا خالد عيسى مع إركينوف، خربين مع الكرة، عمر خربين يمرر، عمر خربين بكرة عند هجمات إركينوف، مع الكرة إركينوف يلعب الكرة، ولكن هنا لاباكوتشو تسديدة، لكن خالد عيسى بالعرض حلوة، لمسة من علاء زهير في الجانب الأيمن إلى إركينوف، ولكن هنا بندر الأحبابي حكم ماتش يليق بكرة القدم الإماراتية. هنا ما بين العين والوحدة، خالد عيسى حط الكرة.